حتى لو البداية جت وهي وبتختن البنت بتعمل عملية الختان للبنت، حتى لو ماتت مفيش مشكلة يختنوا للبنت اللي بعدين، المهم تتختن. يعني لغاية الموت، يعني خطر البنت مش خطر على البنت مش مهم. لا خطر يعني تقاليد أقوى من الخطر. لازم هو لازم، حتى لو البنت مرعوبة، حتى لو البنت خايفة، وحتى لو البنت ممكن حياتها تؤدي للموت، مش مشكلة، المهم إنها تتختن. انتي دايه والدايات يعني بيستعملوا بينك دلوقتي لما بيعملوها فيش بينك طهاره بالذات. اسالك حاجه بقى شخصيا، ايه اللي هيخليكي انتي تقتنعي ده غلط تبطلي؟ يعني احنا زي ما ربنا وطلعنا لينا امهاتنا طهارتنا احنا نطهر بنات. مفيش اي حاجة هيغير رأيك؟ لا مفيش اي حد غير، مفيش اي بقى اي حد غير رأي حد. لازم البنات تطاق الطابع. وهنا لو انا عرفت الحق الكتابي او الكتاب او الكلام المكتوب في الكتاب المقدس انه البنت ملهاش ختان معايا، هبقى انا كده اتشلت من مرحله الجهل وهلك شعب العدم المعرفه. انا دلوقتي بقى عندي معرفه في الكتاب المقدس، مش هعمل حاجه مش كتابيه وملهاش اي اساس.